ليش ما قلتي لي يا سلطانة أنك بحاجة لقمايش حرير؟ معقولة تطلبي من سيمبل وما تقولي لي؟ أنت عندك شغل أهم من هيك وئام. أنت بس أمريني يا سلطانة وأنا بنفذ فورا. هداك اليوم شفته حية بالحديقة ما؟ ايه مبلا، وطوله بيطلع متر أو أكتر كمان. بس ليك لك فكر، أنا وصيتهم يمسكوها ويقتلوها. اصحك وئام، لا تقتلوها، لأنه بيقولوا إنه مو منيح قتلها. أنا بخاف إنها تقرص حدا وتموته يا سلطانة، يعني لا سمح الله تقوم تأذي ولاد السلطان. ها ليك يا هون. هي هي؟ ايه هي هي. شوفي عيونها يا سلطانة، عم تتطلع مثل ما بيتطلع سيمبل. امسكها فورا. كيف؟ عم اقول لك امسكها، وبس تمسكها بتجيب لي اياها دغري. سلطانة أنا تحت أمرك. إذا رح تسأليني وين الحية، أنا مسكتها وهي عايشة وحطيتها بعلبة وسكرت عليها. مو هاد موضوعنا، قرب لعندي هلأ. خد هاد القماش وعطيه للخياطين، بدي يخيطولي عباية وتكون جاهزة بكرة. إليك يا سلطانة؟ لا، بدي أخده هدية للأميرة إيزابيل، لأنه الأميرة ضيفة مولاي. أمرك يا سلطانة. حضرة السلطان الأم. مولاتي تفضلي. لشو هالقماش هيام؟ أنا بدي خيط عباية لضيفة السلطانة خديجة الأميرة إيزابيل. طبعاً مولاتي إذا ما عندك مانع، لأن إسبانية لازم نهديها شي من حرير بورصة المميز، وئام رح يهتم بهالشي. أنا رح أشرف بنفسي على الخياطة يا سلطانة، بعد إذنكن. معناها أنت تعرفتي على الأميرة، قلي لي كيف لقيتيها؟ ظريفة، منيحة. حلوة ما هيك؟ مو كتير حلوة، والله لقيتها كتير عادية، ماشي حالها. بس أكيد عندها معجبين، حابة كتير اتعرف عليها. عم فكر مر لعند خديجة وشوفها. أنا عرفت إنه أجوا أخدوها من عند السلطانة خديجة يا مولاتي، وبصراحة هيك أحسن، لأنه إبراهيم باشا وإيزابيل عم يضلوا سوا مع بعضهم. صدقيني هيك أريح للسلطانة خديجة. سلطانة أنا تحت أمرك. شو صار بالعباية؟ الخياطين لسه ما خلصوها؟ ليش لسه ما جبتها؟ هني عم يعملوا كل جهدهم مشان تكون عباية تليق بالأميرة، عم يزينوا بالخرز والمجوهرات، يعني رح تطلع عباية كتير. يعني إمتى بدهم يخلصوها؟ يعني بدهم كم يوم. لا، بكرة بتكون عندي، سمعتني؟ بس يا سلطانة. وئام، شو ما عم تفهم يلي عم بقوله؟ مفهوم يا سلطانة، أنا هلأ بنبه الخياطين ما بيناموا لحتى تخلص. عن إذنك. سلطانة أنا جبتها ولا لا؟ طبعاً جبتها، هي هي. شوفي قديشها طالعة حلوة، كلها مجوهرات وبتاخد العقل. لا تورجيني إياها، خلص. ما عجبتك سلطانة؟ عجبتني كتير حلوة، حطها من إيدك. اسمحي لي روحي يا سلطانة. استنى، هلأ بتروح بتجيب لي هديك الحية، وخد هذا الصندوق وحطه جوا. دخيلك يا سلطان عفيني، قالوا لي هاي الحية سما بيقتل، وأنا ماني مستغني عن حياتي.
أمرك يا سلطان.